الفينال ديال كاس العرس في هذا الموسم هذا اللي لعبت كره هي اللي غادي كاس العرس ولا الرجاء ولا بركان. انا ودادي ونتمنى لي لعبه كره سهل ديال الكاس، ما كاينش ما بين هادي بركان ولا الرجاء ولا هاد اللي لعبت كره ديال الكاس. انا تنتمنى ديال الرجاء البيضاوي، انا وقع ودادي باغي الرجاء ديال الكاس حيت حنا كازاوا ما يمكنش الفرقه برانيه تجي لدينا الكاس من هنا. النتيجه تنتوقع الرجاء غادي تفوز بجوج لواحد ثلاثة لواحد. والفينال كره كتبقى هذه الفينال، راه ما عندوش ابجديه، تقدر تكون نول وتدخل وتلعب كره وتربح، رجعها غلط ولا هذا دير ولا ديفونس انت رابح. انا كنعقل على الشامبيونز ليغ ديال 99 جيفونتوس راه 78% ديال لا بوسيسيون دو بال، ومدريد 22 دخلوا مياتوفيتش رون بلاصه ضرب بيت من لونغول فيرمي دات مدريد. حتى التاريخ كيعترف بالالقاب، ما كيعترفش واش لعبتي ولا ما لعبتيش. بحال الوداد دابا داكشي اللي طرا لينا، وهذه هو إذا بغيتي نقول لك، أنا ما كنعلمش حنت كرة هذه منفوخة بالبرد. هو غنقول لك واحد القضية، في الماتش ديال الرجاء وبركان أنا كودادي مني شفت الكرة اللي مشاو لي تخوا تيتر، هذاك سي با زان بروبليم، لأن لا في كونتيني، كاين غدا كاين بعد غدا كاين، راه واحد النهار ما كان عندي والو تا وليت، راه الرجاء 40 عام مدات البطولة عطيناها الأولى ومشات على المنوال، فهمنا؟ إذا سولتيني شكون اللي باغي يدير لها هذا، راه غنقول راه كره متبادل بيننا وبين الجماهير الرجاويه، ماشي كره بالمعنى العام ولكن بالمعنى الخاص. ديك 45 90 دقيقة ولا 145 دقيقة راه غنبغي بركان تربح، لأن ما نبغيش تزادهم أن تيتر، لأن غنبقى ديما أنا فايتهم. إلا داو هذيك 10 غيوليو قدنا قدهم 99، تفاهمنا؟ بون شونس لي دو زيكيب، ولكن انا باغي بركان تربح. كنتوقع ان شاء الله الرجاء البيضاوي لانه فريق يستحق، وخا رغم اللاعبين ورغم بزاف ديال المصائب اللي تصابت الرجاء، وان شاء الله يكون خير، ان شاء الله تكون داك واحد لواحد ويخرجوا البيلانتيات ان شاء الله. نتمنى الانتصار للرجاء العالمي، وهادي الفريق الواحد اللي تيعرف الفينالات هو الرجاء العالمي. اذا كان شي تحكيم نزيه بارك عندنا من اللعبات ديال التحكيم المغربي، بارك يخليو الكره تلعب بالمعقول باش نزيدو مازال الكره قدام. اذا كان شي حكم نزيه راه اللقب غيبقى بالرجاء العالمي، ما غيبقاش شي فرقه اخرى، راه ما يمكنش الرجاء العالمي يخرج بدون لقب هذا العام. واخا حنا كنا عارفين ما كاين حتى لقب غنديو، ولكن الصبر ديال الدراري وديال المسؤولين ربي يعاونهم باش يوصلوا لهذا الفينال الحمد لله. اللي حتى نطلب انا من هذا المنظر هو يكون تحكيم نزيه، تطلب شي حاجه اخرى، واللقب ان شاء الله 90% للرجاء العالمي. الكره هي حظ، فهمتي؟ ما نقدروش نتحكموا عليها، ولكن تنقولوا دائما الرجاء كل واحد تيتمنى الفريق ديالو يربح، وهذه هي الكره. غير خصهم ما يكونوش يغضبوا بعضياتهم، كلهم مواطنين المغاربه، ربح الا ربحوا الاخرين ولا ربحت الرجاء راه بحال بحال، ما عندنا حتى فرق، مغربونا مغربونا لا غير منه ولا شيء.